يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. رح نتابع بهالحلقة عن تاريخ التوثيق الفوتوغرافي بأمريكا، ومع الحلقة الرابعة. بمجتمع منفصل حسب العرق، أثرت هوية جوردون باركس وخبراته كرجل أمريكي من أصل أفريقي بشكل لا يمحى على أعماله بالتصوير الفوتوغرافي الوثائقي. لما كان شاب اشتغل باركس كنادل بقطارات الركاب، وكان بالإضافة لهالشي موسيقي جاز، وتعلم لحاله التصوير الفوتوغرافي. بعام 1941 حصل على زمالة يوليوس روزنولد واختار التدرب لمدة عام تحت إشراف روي ستريكر BFSA. قدم صندوق روزنولد منح للعلماء والفنانين الأمريكيين الأفارقة الواعدين، ورغم هيك ما وظفت FSA مطلقاً مصور أفريقي أمريكي، لكن ساد صندوق روزنولد بصلاته السياسية الوثيقة بإدارة روزفلت، ووصل باركس لواشنطن بيناير 1942. المصور الشاب يلي نشأ بمدينة كنساس وسافر كتير وقت أيام عمله بالسكك الحديدية، وجد هالمدينة حسب كلماته اللاحقة منتفخة بالعنصرية. بسيرته الذاتية عام 1990 ويلي سماها في المرأة، تذكر باركس كيف تمت معاملته بهي المدينة المليئة بالكراهية، وقال: قتل البيوت دفعني للباب الخلفي. طبعا هذا إشارة للفقر والعنصرية. كمان قال: منعتني المسارح من الحصول على مقعد، وأثارتني الأصوات المقصية للموظفين البيض. بعض الملابس يلي كنت آمل بشرائها لم يتم شرائها، ما كان عندهم شيء بحجمي بغض النظر عن الشيء اللي بريده. وهو غاضب أقسم لستريكر أنه رح يوثق هذا المستوى المذهل من التعصب الأعمى بمدينة بتحتوي على رموز الديمقراطية الأمريكية، مفارقة. وسرعان ما أدرك أنه تصوير التعصب الأعمى كان صعب للغاية، لذلك ركز على شر تأثيره ويلي بيمكن تميزه بالوجوه السوداء للمظلومين وحيهن المنكوب الواقع في ظلال مبنى الكابيتول. تشكلت أعمال باركس من خلال التجارب الخاصة ومحادثاته مع المقيمين الأمريكيين من أصل أفريقي بواشنطن، ودراسته الدقيقة لعمل زملائه من مصورين FSA مثل دورثيا لانج وبين شاهن وآرثر روسستين ووكر إيفنز، كما استشهد أيضا بكتاب ريتشارد رايت 12 مليون صوت أسود، وهو استكشاف عام 1941 لحياة الأمريكيين من أصل أفريقي خلال فترة الكساد الكبير، ويلي أظهر عمل مصوري FSA باعتباره كما قال كتابي المقدس وجزء كبير من تعليمي والإلهام اللازم للحفاظ على الكاميرا عم تتحرك بحيث يمكن أنه تحقق أفضل النتائج. جوردون باركس على حق الصور بواشنطن العاصمة عام 1942، وباتباعه لنصيحة روي ستريكر للتحدث للمقيمين الأمريكيين من أصل أفريقي بواشنطن حول تجاربهم مع عنصرية المدينة، أجرى باركس محادثة بليلة من الليالي مع إيلا واتسون عاملة التنظيف بمبنى المكاتب الحكومية اللي بتضم FSA.
وأصبحت هاي الصورة اللي بتحمل عنوان القوطية الأمريكية الصورة الأكثر شهرة عن باركس وشعار للفصل العنصري. وضع واتسون وهي ماسكة مكنسة وممسحة قدام العلم الأمريكي. وضع لوحة جراندود القوطية الأمريكية الشهيرة يلي بتصور زوجين بالمزرعة بمظهر صارم حاملين مزراية وبوضع مماثل، واستخدمها لإطفاء الطابع الدرامي البصري على وجود تمييز عنصري بمجتمع يفترض أنه ديمقراطي. نجي لمصور تاني مهم اللي هو لويس هاين. التقط لويس هاين العديد من صوره الأكثر شهرة أثناء عمله مع وكالات الإصلاح الاجتماعي مثل جمعية المنظمات الخيرية بنيويورك واللجنة الوطنية لعمالة الأطفال. بدأت جمعية المنظمات الخيرية عملها بعام 1896، وتم تنظيم اللجنة الوطنية لعمالة الأطفال بعام 1904، وهن تنتين فقط من العديد من المنظمات الإصلاحية خلال الحقبة التقدمية يلي دعت إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين ظروف العمل وإنهاء عمالة الأطفال. لاحظوا التواريخ ومن أمتى هدول الناس عم يشتغلوا مثل ما قلت قبل على أمور نحن لهلأ مقايمينها من أرضها. وشو يعني عمالة أطفال؟ أما نرجع، كان للأهداف الإصلاحية لهي المنظمات تأثير مباشر على عمل هاين. بعام 1908 أمضى 3 أشهر بالتقاط صور لمسح مدينة بيتسبرغ، وهو تحقيق مصور رائد عن ظروف العمل والصحة بمركز إنتاج الفولاذ. أوضحت صور هاين التقرير متعدد المجلدات يلي أثار ضجة كبيرة بدوائر الإصلاح. بطريقة مشابهة لصور المهاجرين بجزيرة إليس والأطفال العاملين، تناولت صور استطلاع هاين تعاطف المشاهدين يلي رح يصادفوها بصفحات منشورات الإصلاح. تم تصوير موضوعات مثل عمال الصلب الروس يلي صورهم هاين بعام 1908 دون الحذر والخوف الأساسي يلي ميز العديد من صور جاكوب ريس لفقراء الحضر. على العكس من هالشي، تم تصوير العمال المهاجرين بصور هاين على أنهم بيستحقوا تعاطف المشاهدين وقد تم استغلالهم، ومع ذلك لا يزالوا محترمين ويستحقون الترشيح للحصول على الجنسية الأمريكية. بينما استخدم الإصلاحيين التصوير الفوتوغرافي الوثائقي لتوضيح أهداف حركات الإصلاح، يمكن أن توضح الصور كمان التحيزات والافتراضات العنصرية لوكالات المعاونة الحكومية والخاصة. التقط آرثر روثستين الصورة على في جي بيند ألاباما في ربيع عام 1937. كانت إدارة أمن المزارع FSA يلي بيعمل فيها روثستين بتقدم المساعدة لهذا المجتمع من المزارعين الأمريكيين من أصل أفريقي لأكثر من عامين بحلول هداك الوقت. وصل المصور الحكومي الشاب، ومع هالشي صدرت تعليمات لروثستين لتصوير المجتمع مثل كما لو لم يكن في هاي المساعدة الممنوحة، لالتقاط ما يسمى بالحالة البدائية لهذا المجتمع، وبالتالي الحصول على الدعم لنوع المساعدة الفيدرالية يلي كانت FSA بتقدمها للمزارعين الريفيين. تم إخبار روثستين أنه العائلات في جيز باند عاشت بمزرعة قديمة هجرها أصحابها البيض قبل 3 أشهر. وبدأ جيز باند الرجل اللي بالصورة المعزول عن المجتمع المحيط للحكومة بمثابة ارتداد للمجتمع القبلي بأفريقيا. تم إخبار روثستين أنه المجتمع تميز بارتفاع معدل المواليد واللي صار خارج نطاق الزواج، وأنه العائلات الكبيرة المترامية الأطراف بتعيش بأكواخ وسخة أقاموها بأنفسهم مصنوعة من العصي والطين. وهالصورة هي صورة نموذجية لأكثر من 50 صورة سجلها روثستين خلال زيارته. وبتوضح الصورة أنه هاي المجموعة هي مجموعة من عائلة واحدة، وبتشير الصورة إلى أنه الرجل الوحيد اللي فيها قد أنجب جميع الأطفال الحاضرين يلي بالصورة.
هلا بيتعارض الوضع والتعليق مع ممارسات FSA المعتادة والمتمثلة بإظهار العائلات البيضاء الصغيرة خوفا من أنه يؤدي وجود العديد من الأطفال لأبعاد المشاهدين بدلا من تجنيد تعاطفهم. ما أظهر روثستين أي ضبط للنفس بصوره أو تعليقاته. حكى بعدد من التعليقات عن عائلات كبيرة من الزنوج بألاباما، مشير إلهون على إنهون أحفاد العبيد من مزرعة بيتوي، وإنهم ما زالوا عم يعيشوا بشكل بدائي للغاية بهي المزرعة. ولمزيد من التأكيد على الكيفية اللي واضحة بالصورة بأنه هي المزرعة صارت بحالة فظيعة من الخراب، التقط روثستين الصورة الثانية لقصر بيتوي واللي انكتب أنه محتل الآن من قبل الزنوج. بعد تجريدها من التعليقات التوضيحية بتقدم صور روثستين أدلة بصرية بتشير إلى أنه السكان الأمريكيين من أصل أفريقي بجيس باند ما عم يعيشوا بمجتمع بدائي، لكنهم هنن بنفس حالة الكساد الاقتصادي المماثلة اللي عم يعيشها المزارعين البيض بالريف الجنوبي، بعيد عن إثبات أنه ساكني القرية غير قادرين على رعاية أنفسهم. تظهر الصور مستوى عالي من الكفاءة والاكتفاء الذاتي. قدمت الأخشاب المقطوعة بالصورة بهي المباني دليل وافي على المهارة الحرفية للسكان. أما بالنسبة لصورته بالفناء، أهمل روثستين تحديد موضوع الرئيسي على أنه شيخ القرية يلي وقف بفخر أمام عائلته الكبيرة، صورة الزنجي وعائلته، كان الرجل جد، وهي صورة متعددة الأجيال. ومو ظاهر آباء الأطفال بالصورة إلا أنه روثستين استثناهم أو لأنهم كانوا عم يشتغلوا وقت التقاط الصورة. ولهون بتخلص حلقتنا الرابعة بهالسلسلة. بتمنى تكون الصورة واضحة عن كل شي حكيته، وتضلوا بخير وفرح.